الدرجة الأولى بتشكركم جميعا. بتشكر حضوركم جميعا. ارتقينا مثل ما تفضلت حنان بهالوقت اللي بيصادف ذكرى إنسانية كبيرة. إنه أحكي عن مسيرة هلا بين أنا غير شكل لأنه ما في ناقصني عود، بس رح أحاول أحط شوية موسيقى بالكلمة. العالم المادي بيقوم على تفاعل العناصر من أصغرها إلى أكبرها، وهذا التفاعل بيلزمه مكان، أو بالحقيقة بيلزمه فراغ ليتفاعل ويحدث في الحياة. التفاعل بما يحويه من صوت وحركة هو أنا بعتبره بي الموسيقى، أما أمها فهي حاسة السمع عنا. من هون فينا نقول إن الموسيقى موجودة بكل شيء، ورافقت الوجود من قبل التاريخ بالتفاعل والحركة. طبعا الموسيقى كلفظ أو ككلمة مفردة يونانية، موسيقي باللغة اليونانية، وانتقلت فيما بعد إلى معظم اللغات. فالموسيقى بشكلها وتعريفاتها الحالية تطورت إلى أن أصبحت بشكل نحن نعرفه هلا بوقتنا الحالي، بالجانب الإبداعي والجانب الترفيهي. والثابت الوحيد اللي بالموسيقى موجود هو الصوت الإنساني. الصوت الإنساني ما فرق للموسيقى، وبعتقد هو أحد العناصر الأساسية بفكرة الموسيقى كفكرة حتى من أيام ما قبل التاريخ. كونه الإنسان سمع حاله وسمع الأشياء حول منه بحسب التدرج العرقي للإنسان، يعني قبل ما يصير في هومو سيبين الإنسان العاقل، الأحبال الصوتية ما كانت، مش مثبت إنه كانت موجودة هي ذرة، ولكن الهومو سيبين الإنسان العاقل كان عنده نفس الستركتشر أو نفس التركيب للحبال الصوتية الموجودة عندنا هلا. استعملها كأداة تعبير، أداة تعبير عن حزن بصيحات، عن آهات من الألم، عن فعل جسماني طبيعي، يسعل، يتثاءب، يعطس. بعدين انتقل الإنسان إنه يقلد الأصوات بالطبيعة والمخلوقات الموجودة بالطبيعة، وأنا بعتبر هذه بداية للتلحين. يعني هناك لحن الإنسان، بدأ التلحين والموسيقى إذا فيني استعمل التعبير هذا بالعربية، تقليدا للعناصر الطبيعية وتقليدا لأصوات المخلوقات من حيوانات وطيور وغيره. هونيك ابتدى الإنسان يعرف النغم. لا، لأنه الموسيقى بتحتوي على تون، نغم، وبتحتوي على شيء يسمى بالبيتش اللي هو علو وانخفاض الصوت، وطبعا تحتوي على التيمبو اللي هو الايقاع، السرعه اللي بنحكي فيها او بنغني فيها او بنحدث الاصوات. فهون الانسان يعني اكتسب من الطبيعه، من الأصوات، أصوات العناصر اللي هي الموسيقى، خلافاً لقلي هلأ
المفهوم الحالي أن الموسيقى هي عبارة عن آلة موسيقية أو ما تصدر آلة موسيقية. الموسيقى موجودة أنا برأيي وبكل تواضع يعني وبتحليلي بعتمد على الفطرة الموجودة عندي وعلى الخبرة المطلعة الموجودة عندي. نحن نتعلم الموسيقى بمراحلنا الأولى الجنينية، نتعلم الإيقاع من نبض ودقات قلب أمياتنا وجريان الدم، هذا له صوت له موسيقى في الشرايين. يضاف له طبعا أصوات صوت الأم أو الأصوات اللي بنسمعها ونحن في تكويننا الأول، وهيك نكسب الإيقاع والسمع والتون. هيدي بالفطرة طبعا وبالطبيعة الإنسانية. أنا مش رح طول لأنه الوقت كتير محدود، و بس رح اختار هي من ضمن السلسلة، سلسلة رحلة البحث عن موسيقى الشعوب في المعتقدات والأديان. بالأمسيات القادمة رح أقدمها بشكل موسيقي مع مرافقة على العود، وأحكي شوي أكثر بتوسع عن تاريخ الموسيقى عبر من الإنسان إنسان الكهف وصولا للوقت الحالي، للإشارة والتبيان والقصد منها أنه الموسيقى ممكن تكون معتقد جديد، ممكن تكون جسور. وبقول أنا بكل تواضع أنه بيوم الأيام إذا اكتشفنا حيوات أخرى على كواكب أخرى حنتعامل نحن وياهم بالموسيقى، نتواصل نحن وياهم بالموسيقى مش بأي لغة تانية. ختاما بدي عيد بموضوع الذكرى الإنسانية، المأساة الإنسانية اللي عم نمر فيها، فعذرا انه ما قدرنا نعمل اي، بس حفظا لمشاعر المحتفين بالذكرى الكريمة، وبوعدكم انه الأمسية القادمة حتابع هذه السلسلة، سلسلة الموسيقى في المعتقدات والأديان. مع شكري جزيلا لكم.